كلاسيك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. اليوم حلقة خاصة لأيقونة السينما التونسية الراحلة مفيدة تلاتلي. معنا بالتليفون المخرجة التونسية الكبيرة سلمى بكار. سلمى صباح الورد، مرحبا بك. صباح الخير. البركة فيك والبركة فينا وفي الناس الكل، توانسة الكل اللي تألموا الوفاة مفيدة تلاتلي، اللي حتى أنت آخر مرة حكيت عليها معناتها، لكن الوفاة كانت صادمة ومفاجأة. والله أنا ما نعرفش عليها المدة الكل، حكيت برشا مرات على مفيدة كيني وقلبي قايل لي الفراق اقرب. سمحوني راني متأثرة برشا، كان ما نجمش نتكلم ياسر اليوم. أنا ممكن ما نجمش نحكي برشا على مفيدة تلاتلي كمخرجة، خاطر الناس الكل يعرفوا مدى قيمة لي سيلونس دو بالي ولا لا سيزون دي زوم اللي عملتهم، واللي معناتها شهرت بتونس خارج الحدود تاع العالم الكل. أنا ماذا بيا نحكي شوية على مفيدة صديقتي، مفيدة الإنسانة، مفيدة العطاء، مفيدة الصبر، ومفيدة التبسيمة. على خاطر الناس يسخينوا زادة بالنسبة للمهنة متاعنا، راهو الإخراج هو المخرج وقت اللي يقول أكسيون. أخ مفيدة عملت أكثر من ثلاثة أفلام هذوما، على خاطر أنا نعتبر اللي الأفلام اللي عملت لهم المونتاج الكل، بما فيهم شريتي أنا الأول في عام 1975 فاطمة 75، والأشرطة اللي خدمت فيهم الكل، التوانسة، الجزائريين، المغاربة، راي كانت مخرج ثاني مفيدة، ما كانتش مونتاج كهو، لأنه كانت تعطي برشا من روحها، من ذكاها، من اللي نقوله باللغة الفرنسوية لو سافوار فير، وتعطيه بكل تواضع وبكل عطاء، ما غير حتى ما تحسس المخرج اللي هي قاعدة تجيب له فك الإضافة هذيك. عاش كيفاش باش نفسرها، كانت ميزة من ميزات مفيدة من التواضع نتاعها، ماك الحنان اللي كان عندها كالتبسيمة وكل اللي تعطي ما غير ما تحسب وتضيف حاجة، ما غير ما تحسس المخرج اللي هو مدين لها بحاجة. هذيك هي مفيدة. هذه الأولى نحب نزيد، أنت قلت فاطمة 75، نحب نقول لهم سجنان، عزيزة، عبور، ظل الأرض، مجنون ليلى، عصفور اسطح، برشا أفلام مغربية جزائرية، برشا أفلام توانسة. ويمكن زادة الناس ما تعرفش الأفلام الجزائرية اللي خدمت عليهم مفيدة مع فريق بلوفة مثلا، من أشهر الأفلام اللي هو ما تعرفش برشا، فيلم نهلة فريق البلوفة، فيلم عمر جاتليتو، وفريدة باليزيد خدمت معها زوز أشهر، وخدمت مع مخرجين أخرين، مع مرزاق علويش، عمر قتلت الرجلة، أي الرجلة، معناتها أعطت حتى خارج الحدود متاع تونس ومتاع السينما التونسية. زيدا فما تجربة أخرى عشناها برشا أنا ومفيدة ومجموعة كاملة فك الفترة متاع السبعينات والثمانيات، حتى للي بديت السيناريو متاعها متاع السيلانس دي بالي، اللي كنا ننازلوا داخل الجمعية التونسية للسينمائيين التونسيين مع السينمائيين الهو ومع الفتسيسي، وداخل الفيباسي اللي هي الفيدرالية السينمائية الإفريقية. معناتها مفيدة كان عندها دور هام برشا. قعدنا في الجمعية السينمائيين التونسيين ثلاثة ولا أربع سنين، هي رئيسة وأنا كاتبة عامة. معناتها تصور في الفترة أول ثمانيات، معناتها زوز نسي اللي احنا كنا في الطليعة. معناتها ما كانتش كان مونتاج ولا مخرجة، كانت مناظرة من أجل سينما هادف التونسي، من أجل قوانين، من أجل معناتها حرية تعبير. زادة كانت هامة برشا المفيدة، وكانت عندها زادة خاصية بالنسبة يمكن لنا احنا زادة المخرجات التوانسة، انا وناجية بن مبروك،
معناتها وقت اللي تبدا تخدم معانا في الافلام نتاعنا تحسها معناتها تحمل معاك الفيلم، تحطه على كتافها وتعنقه كما كانت هي تخوض. خاطر مفيده كانت عبد يحب برشا التعبر حتى بالجسد نتاعها، تبوس برشا، تضحك برشا، تعنق برشا. هذيك هي مفيده اللي عرفناها وحبيناها. الله يرحمها. من بعد جيت بلي نحب نسأل، يعني جيت فترة الأسباب عائلية ومرض والدتها وكذا، بعدت كأنها نوعا ما في بداية 2000 اعتزلت سينما مع تقاعدة 7-8 سنين. من بعد فسر لي معناتها هل حبت ترجع، هل حبت تنتج، معناتها أنت تعرف الكواليس معناتها بصفة عامة، معناتها لقيناها مختفية ولا كأنها أجبرت أنها تختفي وتبعد؟ فهمني. أنا حكيتك نهار يظهر لي معاك في الحكاية هذه، معناتها أنا على ما نعلم اللي مفيدة توا 6 سنين التالي كان عندها مشروع آخر وقدمته في اللجنة وقالوا لها عاود اكتب. وهذيك الحاجة اللي أنا ديما تغششني ونقول اللي في بلاد اللي تحترم المبدعين متاحة وقت اللي تبدأ عندك قامة كيما مفيدة تلات لي ما تقول ليش نقرأ السيناريو متاعك ولا تزيد تتجرب، تقول لها برا عاود اكتب، تقولها عندكش فكرة ويجي خود الفلوس اللي تحبهم الكل غير بركة تنتج حاجة أخرى. وهذا مع الأسف اللي ما نلقاوهش في بلادنا. معتها سلمى بكر عاود اكتب كانت إهانة لها، معتها اسم كي مفيدة تلاتلي مع مفيدة الحقيقة. لا معتها أما نحط روحي في بقعتها منه لجنة. ليه هنا نحكيه بالمنطق، اسم كي مفيدة تلاتلي عامله زوز من اكبر الافلام في تاريخ السينما التونسيه، يجي ما نعرفش يكون في اللجنه يقولها عاود اكتب، كانت نوع من الاهانه نتاع برا، ما عادش نحبوك تخرج. هذا مع الاسف العقليه، ما احنا اليوم ماذا بينا من تعرف العبد وقت يموت يبدا يقولوا هيا نترحموا وكهو على خاطر مش وقت نتاع حسابات. ومفيده تعبت معناتها هذيك ممكن اللي خلقها معناتها بعدت علينا وبعدت على الناس كل اللي كانوا يحبوها كانت منعزله في الفتره الاخرى، ما حتى كونتاكت مع حتى هي هالخمسة ستة سنين هذوما ما شفناهاش. كانت تعبة، كانت مخصة ممكن زادة وقتها لعائلتها وأسرتها اللي بالمناسبة معناتها نقدم لهم كل عزينا. طبعا نحضر في روحي باش نمشي نحضر شوية في الموقف باش نقولوا أكثر من هكي معناتها احنا كبير باش تخليها علينا مفيدة، حتى كان ما كنا نشوفوا فيها هالمدة الأخرانية أما نعرفوها اللي موجودة ويظهر لي باش تكمل تقعد وتوجد. خاطر مش معناتها هذي الكلام متداول ديما يقولوا الفنان ما يموتش، أما بالمزاد يعني في الفنان ما يموتش، خاطر مفيدة باش تقعد حية بالأعمال نتاعها الكل اللي عملتهم كمخرجة واللي ساهمت فيهم ك مونتوز وشيف مونتوز. اما سلمى بكر كلامك صحيح، اما انا وقت اللي نشوف مفيده تلاتلي ونشوف شنو عملت من بعد نسمع عنها 5 سنين منهاره 5 سنين منعزله، نقول نطرح سامحوني ماهوش وقته، مي نطرح السؤال علاش البلاد هذه ما تحترمش مبدعيها؟ علاش البلاد هذه ما تعطيش قدر للناس اللي 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 عملوا معناتها اللي عملوا حاجه اللي قدموا حاجه في الكارير؟ نشوف العالم، نشوف قداش تكرمت في مهرجان، نشوف الجوائز 30-40 جائزة اللي خذيتهم، نشوف كل شيء، ثم يعني في اخر 5 سنين في حياتها منعزله وبعيده عن الناس الكل. ما يسالش في مأساة وفيت، ولكن نطرح سؤال لماذا هذا البلد يحتقر مبدعيه؟ سامحني سلمى بكر اما ما نجمتش نسكت انا معناتها علاش هكا؟ علاش ديما نهايه هكا؟ علاش ديما نهايه تعيسه في تونس؟ علاش؟ ما نعرفش، نوفل ما عنديش جواب ليك، ما عنديش. هذايا انا نقول يعكس اللي صاير في البلاد الكل من الناحيه السياسيه والاجتماعيه، معناتها البلاد الكل اليوم ولات هكاك يا نوفل، تعرف ما عادش فاهمين، ما عادش نجموا نجيبوا اجوبه معقوله لهالاسئله نتاعك اللي هي معناتها انا توجعني، سؤالك يوجعني نوفل.
واضح. اما ما عنديش ليه جواز. يعطيك الصحة، اللطف عليك سلمى بكر، ربي يفضلك وربي يصبرك على وفاة المخرجة التونسية الكبيرة مفيدة تلاتلي معنا المنجة السينمائية درة بوشوشة. صباح خير درة، مرحبا بك. صباح الخير شيخ، لاباس، البركة فيك والبركة فينا، وربي يصبرك ويصبرنا على وفاة المرأة الاكسبسيونيل المفيدة تلاتلي. انا ريت مع مفيدة أول تجربة سينمائية اللي ما كنتش كان ما عملتهاش يكون عملتش المهنة هذه. تعلمت الإنتاج من الباب العالي على خاطر دخلت معها التجربة من السيناريو حتى لسختي دي فيلم كل شيء نصخيب الإنتاج هكاكا. ومفيدة كانت تشاركك في كل شيء، وعودت معها التجربة بعد في لسيزون ديزو، وحاجة ان تالون سنسيبيليتي ضحكة البشوشة تخمم على الناس الكل. لا وعا والله ما كلش روعة برشا نعمات الأخرى، ما ديما في قلوبنا وديما هاني بيعوا ماشي الجنازة. علمتني وبدلت مسيرة حياتي كما بدلت الهند. كان ما خدمتش معاها وما با اوتون بارتاجي، راني ما خدمتش الهند، ما كنت القرية. حبتني في المهنة، حبتني في المهنة. وهو تعرف الإنتاج، كان ما تعرفهاش من الداخل ما تجمش تحب الإنتاج. كان معناها علمتني اللي الإنتاج فهم كما الناس كل يصيبوه فني أكثر من هو تقني. ولا الله يصبر عائلتها وصبرنا الكل وربي يرحمها وربي يرحمها وخبش تغلي بقعة كبيرة ووش تونس برك تتذكرها السينما اللي سينوزي بليخ البصمة كبيرة ياسر في سياسة السينما العالمي. واضح، يعطيك صحة درة بوشوشة المنجة السينمائية اللي ماشية زادة الزنازة. نسمعوا هند صبري معناتها اللي قريت لكم ستاتيو، قالت لها المرأة التي غيرت حياتي. فرحان إن ناخذ ناقد السينما والكاتب الصحفي خميس الخياطي. سي خميس صباح الخير. صباح الخير، احوالك؟ لاباس الحمد لله. دونك احنا يعني البارح كان يوم حزين، وفاة واحدة من ابرز المخرجات التونسيات معناتها في تاريخ السينما التونسية. معناتها بصفة عامة شنو تقول بالأولى؟ شقول يعني اولا يعني مش مخرجات فقط، يعني هي من ما يسمى بالمونتيرات يعني بالعربي مؤلف، عملت اكثر من توليف والمونتاج تاع 20 فيلم من اهم الافلام يعني التونسيه والعربيه، خاطر افلام جزائريه الى اخره. وهي قرات، انا تعرفت عليها كما يقول جي لا شانس، تعرفت عليها كانت تقرا في فرنسا في ليداك، وكانت يعني هي من اليسار التونسي من حزب الشيوعي، وكنا نتقابلوا في يعني الريستورون يونيفرسيتير يعني 115 بولفار سان ميشيل. يعني مادام واحد تعلم قاعدة السينما اللي هو المونتاج، لكن الوقت ذاك يعني وقت هي قرأت يعني الإخراج السينمائي يعني ما تنجم تكون كان حاجة عندها قاعدة، وهي 20 فيلم خدمة ترى المونتاج بتاع 20 فيلم من بلاد الترلني، يعني تعرفوا انت من احد اهل الافلام التونسيه، حتى الافلام يعني اللي حتى فيلم بتاع يعني الخراني. فهذا امراه الله يرحمها مش شو خساره، لكن يعني بعدت على السينما لاسباب يعني شخصيه، ما عادتش يعني حتى الظهور يعني في المهرجانات الى اخره بسبب يعني والدتها. هي بعدت عن السينما ثم 7-8 سنين ثم حبت ترجع وقدمت طلب دعم، يا اخي قالوا لها عاود اكتب. اي على خاطر ما تنساش انه المهنة السينما يعني اذا كانت ما تخدمش ديما تضيع يعني وتهتم بحوايج اخرين، يعني مش راهي الملكه موجوده، لكن اذا كانت ما تمارسش يعني كما الحداد كما واحد مش راه مش يعني وحيه هابطه يعني في السينما يعني. وما ولا اظن بانه اللجنه اللي قالت لها عاود اكتب السيناريو يعني لجنه عندها اغراض يعني يعني هي اولا كل نجد وكل لجنه لازم يكون يعني فيها اخطاء، يعني هذه مبدا يعني لجنه مش كلام قران.
يعني ولكن يعني هذه كان قالوا لها بان تعاود تكتب يعني أنا فيها شيء يعني أعضاء اللجنة كلها يعني كانوا موافقين بأن هذا ليس من قيمتها هي كما عرفوها واضح. أما يعني في نهاية حياتها ما عندكش فكرة بعدت اعتزلت انعزلت يعني ما عادش تخرج جملة آخر خمس سنين أي سبب بسيط يعني سمحني يعني أغراض شخصية كبيرة 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 الأخر يعني خلت بأن هي تبعد يعني على الميدان حتى يعني ما عندناش نشوفوها حتى في المهرجانات يعني يعني فكانت يعني باللي كانت هي قبل يعني عنصر أساسي في السينما التونسية وما تنساش أنه هي وقت ظهرت أول فيلم متاعها يعني صمت القصور كانت موجة كبيرة في السينما التونسي. ما تنساش فيلم فريد بوغدير، ما تنساش المنتج أحمد بهاء الدين عطية، ما تنساش نوري بوزيد وهي كتبت سيناريوهات متاع كتب مسار كتب ساعدها في سيناريوهات يعني نوري بوزيد ها وهي يعني عملت المونتاج يعني توريث متاع الأفلام متاعه. فهذا كله كانت موجة اللي هي مع الأسف ما استمعتش كبيرة وبدأوا يتعاركوا بين بعضهم إلى آخره يعني عمت يعني كل شوف أنت الفيلم متاع اسمه النوري الفيلم الأولى متاع النوري كل عمل المونتاج متاعها شوف فيلم فريد بوغدير شكون عمل المونتاج متاعه فبعد إيش مش عامل عمل يعني بدايات يعني باهية ها وكل واحد بعديك مشى على رواه واضح يعطيك صح.